بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إعادة تأهيل مستشفى البرجيج قسم النساء يوم 26 نوفمبر 2019. ما شاء الله شبابكم اللي حنبنيهم شغالين اليوم، يعني بنجهز في العنبر لمرحلة ما قبل الطلاء، وبنحاول نخلص الكهرباء إن شاء الله ما شاء الله. وبرضه في شغل المشرف على السيراميك، الحتات المشرمة والمقرمة وكده بنحاول نخلصها إن شاء الله. الناس شغالة ومشكورة، ربنا عز وجل إن شاء الله. أنا نادر ونصير بيض الله إن شاء الله. وهنا الباشمهندس تامر يجهز للكهرباء. شكرا لثورة ديسمبر الجديدة، خلتنا يعني نجتهد فينا، بس فينا روح الحماس والنضال الثوري. ان شاء الله ماشيين في السكة الميل ان شاء الله بتجهيزات ما قبل الطلة. اخونا زكريا برضو شغال، وبرضو هنا شغل الكهرباء، تنبيه الخرافيش. ماشيين في السكة الميل ان شاء الله.